اللي هيحصل لها طبقا للطب، يعني بيقول الطب النفسي، ان احنا دلوقتي عندنا حاجه اسمها عصاب ما بعد الصدمه. عصاب ما بعد الصدمه بمعنى ان هي كل ما تتعرض لاي صوت عالي، لاي خبر مش كويس، هتبدا تظهر عليها اعراض جسمانيه. تبدا الصداع، سواء القلب بقى يعني هي ومشاكله. قصد حضرتك هي مش هتحس بالصدمة دي برضو دلوقتي إلا بعد ما لسه فترة، لسه قدام احنا شوية، دلوقتي في مرحلة الصدمة الحادة، الفترة الحادة دي هي دلوقتي في حدة الذهول. بتبقى مدة قد إيه الصدمة دي؟ ممكن تاخد لها أسبوع، أسبوعين، شهر، لغاية لما تبدأ يعني النهاردة في ناس بتروح تطبطب عليها، ناس بتاخد بإيديها، بتسمع القرآن، الدنيا بتهدى معاها، لكن بعد فترة لا، هتلاقي نفسها لوحدها. أما تبقى تعيش في الواقع وتلاقيها فعلا لوحدها لوحدها، وهتبقى في وهم مش حاجات بقى موجودين. حياتية عايزة تعملها، اللي كانوا الولاد بيعملوها هي مجبرة إن هي تعملها. هنا بتبقى محتاجة بقى الدعم النفسي. وأنا يعني من القناة عندكم، يعني بعلن إحنا ائتلاف أطباء نفسيين ضد الإرهاب، إحنا مستعدين نروح مجانا كلنا، وإحنا تقريبا 40 دكتور من كل الأسد، من القوات المسلحة ومن الجامعات المصرية. طب دي حاجة محترمة دي إحنا موافقين طبعا. نروح. احنا عرضنا قبل كده وللاسف ما حدش رد علينا بالنسبه للداخليه ساعه الحادثه بتاعت الواحات، وبنعرضها تاني النهارده بناء على لسان كل الاطباء الزملاء. احنا مستعدين نروح للست دي ولغيرها. طب والتعامل النفسي يا دكتور يبقى من دلوقتي ولا لسه شويه؟ ده احنا في دعم نفسي مطلوب دلوقتي، وفي دعم نفسي مطلوب بعد شهر. طبعا لان النهارده هي في حاله حاده، حالة حادة دي ممكن هتلاقيها في حالة الصدمة، لسه مش واعية للي بيحصل. عندك أطفال. طب ولو حضرتك فعلا قدرت تروح، إيه نوع التوعية أو إيه اللي حضرتك ممكن تعمله معاهم؟ إحنا هنبدأ معاهم العلاج التدعيمي، علاج نفسي تدعيمي، بمعنى إن أنت بتحاولي تهدي بقدر الإمكان من التبعات بتاعت الصدمة. سواء هنحتاج أدوية أو من غير أدوية. يعني قد نحتاج بعض الأدوية اللي هتساعدنا كتير لعملية اللي هي بنقول الريليز بتاعت الصدمة، أو سحب الصدمة والتبعات بتاعتها على الجسم. إن أنا مش كفاية عليها صدمة ولادها، ما دخلهاش في جلطة في المخ ولا جلطة في القلب ولا طبعاً. للأسف الضغط يعلى، السكر يعلى. لا بس يعلى. الصدمة هنا كبيرة، ده مش بس هي فقدت ولادها، ده نص القرية خلاص اختفت.